في هذه الحلقة سوف نشرح كيف تحترف في استخدام الذكاء الاصطناعي في فيديو واحد فتابعونا أنا وأسامة عادل، وأنتوا دلوقتي بتتابعوا قناة أميزنج وورلد لمحتوى الأمن المعلوماتي والأمن السبراني والأمن التقني، فتابعونا. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم سام عادل في قناه اميزنج ولد. في الحلقه دي تعتبر اخر حلقه يعتبر من نقدر نقول الدوره الخاصه بينا، كانت دوره طبعا خاصه بالارتفيشال انتليجنت. هي كانت طبعا محاضرات، او نقدر نقول المحاضره دي احنا قسمناها تقريبا على 5 دورات. كانت الدوره بتاخدك من مبادئ الايثيكال هاكينج. بعد مبادئ الايثيكال هاكينج كانت بتتكلم بقى على السايبر سيكيورتي، ونقدر نقول الهجمات اللي ممكن يتم اختراقك بيها، والاختراق نقدر نقول الفرق بين الانترنت والانترنت، والهجمات الهندسه الاجتماعيه، وازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في اختراق الاخرين، وعمليه الابتزاز وخلافه. كل شيء تم شرحه في نقدر نقول المحاضرات اللي فاتت او الحلقات اللي فاتت اللي هتلاقوها موجوده في القناه، حتى اختراق الكاميرات بشكل تفصيلي اتكلمنا عنه برضه في حلقه من الحلقات. احنا دلوقتي هنتكلم على التطبيقات العامه للذكاء الاصطناعي، وزي ما مجال الذكاء الاصطناعي بيستخدم دلوقتي في الاف 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 الحاجات، بيستخدم تعرف من كل حاجه دلوقتي. اصبح دلوقتي في مواقع كتيره جدا بتستخدم الذكاء الاصطناعي في كل حاجه، احنا هنعرف بس شويه منها. وهقول لكم كمان انت ممكن تجيب موقع في اي مجال في اي حاجه بيستخدم الذكاء الاصطناعي. وطبعا انت معروف ان الحاجات دي في الاخر بتقدمها كخدمات على ممكن مواقع، يعني ممكن تقدمها كخدمات، ممكن يكون ده شغلك اصلا، يعني ممكن يكون ليك شغلك اصلا انت تقدم الخدمه دي، بدل ما انت مثلا كنت بتتعب مثلا في تقديم الخدمه دي بشكل او باخر، زي خدمات التصميم، خدمات البرودكاست، خدمات نقدر نقول التسجيل الصوتي، خدمات نقدر نقول او الفويس اوفر، خدمات نقدر نقول حتى البرمجه، وحتى بعض الخدمات الخاصه نقدر نقول بتصميم المواقع، خدمات خاصه بكل حاجه تقريبا كل حاجه، حتى الخدمات الهندسيه زي مثلا الاوتوكاد، زي مثلا تظبيط البمبات، زي الاستراكشر. دلوقتي بقى كل حاجه ليها خدمات او نقدر نقول ليها مواقع بتستخدم الذكاء الاصطناعي. واعرفك ازاي مثلا انت لو حابب مجال معين تلاقي له موقع بيستخدم فيه الذكاء الاصطناعي. وطبعا انت بتقدمها ممكن في الاخر على مواقع العمل الحر زي مثلا خمسات، زي ابورك، زي مستقل، زي فايفر، طبعا عندك ريد بابل ممكن ترفع عليه تصميمك الخاص بريد بابل او ايتسي، وعندك امازون كيندل ممكن تكتب كتاب كامل وترفعه على امازون كيندل، وعندك طبعا مواقع كتيره جدا حتى ممكن تعمل مدونات وترفعها على بلوجر، وعادي جدا 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 يعني انت حتى في ممكن حتى تعمل صور بالذكاء الاصطناعي وتبيعها لبعض المواقع اللي بتسمح ببيع الصور المولده عن طريق الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنعرض بعض المواقع، مش كلها طبعا لان هي دلوقتي بقت بالملايين مواقع الذكاء الاصطناعي، احنا هنعرض بعضها فقط لا غير. اول حاجه هنتكلم على الانيميشن وتوليد الصور ونقدر نقول تصميم الصور. فعندك مواقع كتيره جدا رائده، عندك مثلا الموقع ده اللي هو اسمه ليوناردو، بس انت بتكتب فيه البرومبت وبيولد لك صور، صور رائعه جدا وحقيقيه جدا 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 يعني بشكل كبير جدا. يعني لو دخلنا على الموقع نفسه، يعني ده هنا رابط الدخول على الموقع، انا هدخل على الموقع نفسه ليوناردو، لو كتبت كده ليوناردو مثلا ودوست هنا كده هيفتح معاك الموقع زي ما انت شايف بالمنظر ده. الموقع رائع جدا في توليد الصور، بيولد صور هاي 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 كواليتي حرفيا بمنتهى البساطه. وطبعا في بعض الخدمات الاخرى يعني زي مثلا ان هو بيحرك لك الصوره. يعني دلوقتي طبعا المواقع دي كانت في الفتره دي لسه بدائيه مقارنه بدلوقتي، لان بس لا الموقع دلوقتي بقى اقوى بكتير، بقى دلوقتي ممكن تحرك الصور، بقى دلوقتي ان انت ممكن مثلا تولد صور مختلفه، تولد صور بافكس، تولد صور سينمائيه، بقى دلوقتي رائع جدا 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 يعني. وطبعا هو مدعوم طبعا من اي دبليو اس اللي هي نقدر نقول امازون اي دبليو اس اللي هي خدمات الامازون للتخزين السحابي، والمبادئ ده اتوقع تبع فيسبوك اتوقع يعني، بس هو مدعوم من شركات كبيره جدا ورائع جدا. بقى ممكن تعمل منه فيديو متحرك مثلا، ترسم حاجه ويخليه هو يولدها لك، تعمل حاجات كتيره جدا يعني. بقى الموقع اكثر من رائع، حتى ممكن بقى تعمل بيه براندنج كمان. يعني احنا هنعرض بعضهم طبعا، كانفا غني عن التعريف عشان كان مش هفتحه، انا مش هفتحهم كلهم. ده موقع برضو بديل نقدر نقول لموقع اللي لسه عارضينه من شويه اللي هو ليناردو. ده بمنتهى البساطه بيسمح لك انت تعمل الصور، الصور بتاعته برضو هاي هاي كواليتي، بس نقدر نقول مجاني اكتر لان ليوناردو نقدر نقول فيه ليميتد شويه، حتى الموقع ده بقى فيه ليميتد، بس برضه يظل افضل من ليوناردو في موضوع الليميتيشن، لان الليميتيشن بتاع ليوناردو كبير شويه. طبعا بتلاقي كل موقع دوكيومنتيشن بيشرح الشرح، يعني نقدر نقول بيعمل لك شرح كل حاجه انت ممكن تعملها في الموقع. فمطالب بس تستخيل الصور دي مولده بالموقع، يعني تخيل يعني البنت دي ملهاش وجود في ارض الواقع،
دي صور مولده يا جماعه، يعني دي صور كلها مولده. فانت بتلاقي الحاجات دي كتيره جدا على الفيسبوك، يعني مثلا شايف الجمال، شايف الحلاوه، يعني دي صور مولده يا جماعه، ملهاش وجود اصلا على ارض الواقع. يعني ده طبعا في ناس بتعمل منه لوجوز، بتعمل منه حاجات رائعه جدا. انا بعرض لكم بس شويه من المواقع، يعني في التصميم انا هسيب برضو شويه، يعني كل دي مواقع خاصه بالتصميم تقدر تكتبها عندك، او تقدر تشوفها او تكبر الفيديو وتقرا المواقع دي. مثلا اعرض لكم، انا مش هعرض كل حاجه، هي الاف دلوقتي المواقع. في موقع ده مثلا، ده برضو موقع برضو خاص بموقع التصميم. في موقع اصلا بتعمل لك انيميشن، هنا بتكتب البرومبت او بتدرج صوره وهو بيعمل لك زيها. يعني الموضوع بسيط جدا، الموضوع بقى سهل جدا جدا. يعني هقفل المواقع دي كلها اللي فتحناها. اوكي، في موقع حتى كمان خاصه بال3D، في موقع خاصه بتحريك الصور زي الموقع ده. الموقع ده خاص بتحريك الصور، يعني انت مثلا تحط له صوره ممكن يحركها لك، يعمل لك برضو افكتس وحاجات رائعه جدا. يعني هو دلوقتي في جنريشن 3 منه، فنقدر نقول مواقع رائعه جدا. فزي ما احنا شايفين يعني موقع رائع. تخيل كل ده مولد بالذكاء الاصطناعي يا جماعه، يعني الحياه دي ملهاش اصلا وجود في ارض الواقع، الحياه دي كلها متولده بالذكاء الاصطناعي. يعني انا عملت هنا كده هو الموقع، بس زي ما انتم شايفين البنت دي ملهاش وجود. يعني تخيلوا يا جماعه الكلام ده كله متولد بالذكاء الاصطناعي، يعني زي ما انت شايف الكلام ده كله متولد بالذكاء الاصطناعي. فيعني حاجات هاي هاي كواليتي حرفيا متولده بالذكاء الاصطناعي. وطبعا في مواقع كتيره جدا، انت زي ما قلت انت ممكن تاخد لك مثلا صوره للمواقع دي وتكتب انت بنفسك وتشوف انت بنفسك. يعني مثلا عندك الموقع ده اتوقع كان بيعمل صواب صواب للوشوش، اتوقع ندوس كده ونشوف. يعني انا اصلا مش كترهم طبعا وكتر خدماتهم ما بقتش حافظ الموقع دي بتعمل ايه، يعني الا لو موقع بقى بستخدمه كل يوم وهكذا. يعني موقع بستخدمه كتير ساعتها بعرف مثلا الموقع ده بتاع ايه. بس يعني زي ما انت شايف كده كل موقع في مثلا هنا مثلا ان هو مثلا حد يطلع يتكلم مكانك، ودي بالبيانات اللي ليها كتير جدا على اليوتيوب، ان يعمل لك مثلا افاتار يطلع يتكلم، مثلا يسجل لك فيديو، يعمل لك ترجمه للفيديو من اكتر من لغه. يعني بقت كل الخدمات دي فيديو انيميشن وتوليد الصور وعمل حتى نقدر نور الرسوم المتحركه ومسح الصور الخلفيه، كل دي كانت خدمات زمان تتقدم على المواقع الخمسات، دلوقتي الذكاء الاصطناعي عملها لك بسهوله. نروح للموقع اللي بعدها عشان بس ما نضيعش وقت. دي موقع خاصه بعمل السي في، يعني مثلا لو انت حابب تعمل مثلا سي في احترافي بروفيشنال مثلا، هتلاقي موقع زي ده مثلا بيدي لك ان انت ممكن تعمل سي في بروفيشنال، بس من خلال خيارات بتختارها وبتعبيها، بتعبي خانات وخيارات، وبتلاقي في الاخر طلع لك سي في بروفيشنال رائع جدا. وبتلاقي حتى ناس كتيره دلوقتي بقى بتشوف اشكال السيفيهات دي. طبعا عندك برضو موقع كانفا ممكن تعمل من خلاله سي في، عندك موقع ده اللي هو نقدر نقول الالمينيتور اي اي برضو ممكن تعمل من خلاله سي في. كل دي مواقع ممكن تعمل من خلالها سي في عن طريق الاي اي او الارتفيشال انتليجنت. وطبعا عندك في يعني ده فيديو طبعا لو انت حابب مثلا تعمل سي في او كده. عندك مواقع تانيه بتساعدك في كتابه المدونات، مواقع كتيره جدا، من ضمنها موقع شات جي بي تي، واكيد طبعا شات جي بي تي من ضمنهم. بس لازم لو انت تستخدم المواقع دي ممكن عشان حقوق الطبع والملكيه والفكريه وهكذا، تستخدم مثلا معاها زي حاجه زي جي بي تي زيرو، اللي هو فائدته ايه؟ فائدته انه يعمل لك تشيك، نقدر نقول على الكتابه اذا كانت مكتوبه بالذكاء الاصطناعي ولا لا. طبعا انا كاتبها اصلا بالذكاء الاصطناعي. هو عدد الذكاء الاصطناعي على فكره ما يمنعش الارشفه، بس الافضل ان انت تخليها هيومانتز، يعني تخليها كتابه بشريه بعد ما انت تحولها للذكاء الاصطناعي. طب انا هعمل الموضوع ده ازاي؟ عندك نقدر نقول حاجه اسمها شات جي بي تي زيرو، ده بيعمل لك سكان على الكتابه ان هو يخلي يتاكد انها مش مكتوبه بالذكاء الاصطناعي. طبعا كاتبها بالذكاء الاصطناعي في اول مره هيطلع لك 100% انها ذكاء اصطناعي. طب انا اعمل ايه؟ هتعمل لها نقدر نقول ري رايتنج، او بمنتهى البساطه هيومانيتز هيومانيتز، يعني تحولها لكتابه بشريه. في مواقع كتير بتاع الموضوع ده. هنا مثلا، هنا ممكن مثلا دي بيعمل لك برضو تشيك على البرجريزم اذا كان الذكاء الاصطناعي واخد حاجه سرقه ادبيه او حاجه. بس هو هتلاقي من ضمن الخدمات لو انت خدت بالك هتلاحظ ان في خدمه اسمها ري رايت اي اي ري رايت، او اي رايت نقدر نقول ارتكل ري رايت، اللي هي اعاده كتابه الكلام. يعني انت مثلا دخلوا الكلام المكتوب بالذكاء الاصطناعي هيحول لك بمنتهى البساطه الكلام مكتوب نقدر بشكل بشري، وبعد ما يحولوا لك بالكتابه مكتوبه بشكل بشري هتدخله بمنتهى البساطه على موقع مثلا زي شات جي بي تي زيرو، بحيث ان انت تتاكد ان خلاص الذكاء الاصطناعي او نقدر نقول البصمه نقدر نقول الخاصه بالذكاء الاصطناعي خلاص راحت. بس هي دي المنتهى البساطه، يبقى عندك كتابه اوريجينال وكتابه بشري وفي نفس الوقت اللي كتبها الذكاء الاصطناعي. الموضوع بسيط جدا. مواقع زي دي طبعا مواقع خاصه نقدر نقول بالديزاين، عن الديزاين مقصود بيه الانتيريور ديزاين اللي هو الديزاين الداخلي خاص بالمعماري وكده، او ديزاين ديكورات. فزي ما انت شايف هنا موقع رائع جدا. طبعا للاسف مواقع انتيريور ديزاين او مواقع التصميم الداخلي معظمها مواقع مدفوعه، وطبعا بيدي لك اللوحه مرسومه بتوكيهات، بيدي لك ده الشغل ده كان بتدفع عليه الاف حقيقة، حقيقا الاف 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 الدولارات احيانا حسب طبعا انت بتصمم عند مين، بس الاف الدولارات دلوقتي انت ممكن تعملهم انت قاعد في بيتك، سواء انت تعمله مثلا 2D كرسم،
كرسم هندسي بحيث تديه لمهندس الديكور ينفذ على طول، ما يصمملكش، تصمم انت بنفسك بدل ما انت تخليه كل شويه يصمم ويعدل يصمم ويعدل كله، في الاخر انت بتحاسب عليه. فمنتهى البساطه، حتى كمان دلوقتي بقوا داخلين حتى كمان في الاستراكشر، تصاميم الاستراكشر دلوقتي بقت موجوده. انا بديكم بس امثله، يعني انت اي مجال في الدنيا دلوقتي انت هتلاقي له حاجه دلوقتي على الذكاء الصناعي او موقع بينفذها عن طريق الذكاء الصناعي. ونروح الموقع اللي بعده، طبعا الموقع اللي بعده برضه خاص بالانتيريور ديزاين، بس ده بيعرض لك الحاجه بشكل 3 دي، يعني هو ممكن يعرض لك مثلا رسومات بيتك، سريرك، حاجات زي كده بشكل 3 دي. يعني انت بتصمم اول حاجه 2 دي وبعدها ممكن تشوف 3 دي، وده وفر عنك كتير جدا، لان في ناس بتستخدم 3 دي ماكس، وفي الاخر شوف شايف التصدير بيكون رائع ازاي. يعني بدل ما تستخدم 3 دي ماكس او تستخدم اي حاجه من خدمات 3 دي الغاليه جدا، لو انت هتشتري طبعا النسخه الاوريجينال او النسخه اللايسنس الاصليه، ده ارخص اسهل، اي حد ممكن يستخدمه. يعني مش هامي، يعني انت مش بقتش لازم تبقى مهندس مثلا وكده وفاهم قوي في الانتيريور ديزاين وفاهم قوي في التصاميم، لا انت اي حد ممكن يستخدمه. طبعا اياك بقى تحط سرير ورا الباب والحركات دي، بس انت بمنتهى البساطه انت ممكن تتبع حتى الغلطات في التصميم عن طريق الموقع ده. طبعا المواقع كتيره جدا، يعني انا بذكر لكم بعضها، يعني في مواقع كتيره جدا، في موقع للتصميم الخارجي بقى تصميم المبنى نفسه، يعني دي مواقع للتصميم الداخلي، في مواقع للخارجي، وفي حاجات كتيره جدا يعني التصميم، يعني حدث ولا حرج في الحياة دي. يعني عندك اي اي روم ستايل ده مثلا، يعني هيعمل لك الاي اي هيعدل لك، طبعا هو انا عشان فاتح اضافات حظر الاعلانات زي ما انت شايف كده، تبقى تصور له مثلا حاجه انت حابب تعدل في الديزاين بيتك، فمنتهى البساطه انت تصور له الصوره وترفعها وتقعد بقى تغير في الديزاين. منتهى البساطه زي ما انت شايف هنا مثلا كده، هنا مثلا المطبخ ده ممكن تغير في الديزاين زي ما انت عايز. هو هنا بيدي لك هنا مثال، يعني اللي بيحصل الخدمات دي معظمها للاسف مدفوعه، وهتلاقي برضو لو دورت يعني ايامها كانت مدفوعه، دلوقتي ممكن تكون بعد بعض معظمها مجاني. طبعا عندك خدمات تانية طبعا زي السيرش او البحث ومواقع البحث العلمي عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني اقول لكم ايه، كل يوم في مليون موقع بيطلع، يعني دلوقتي بص زي ما انتم شايفين كده المواقع دي كلها مواقع بحث علمي، سواء انت تلاقي البيبر، تلاقي البيبر منشوره، تعدل في البيبر، تلخص البيبر، تعمل كل الكلام ده، بالاضافه لشات جي بي تي، شات جي بي تي نفسه بقى بيعمل الموضوع ده، يعني تخيلوا، يعني الموضوع بقى سهل جدا وبسيط جدا. انت دلوقتي بقيت عندك قدرات خارقه، بدل ما انت مثلا بتقرا لك، ممكن مثلا انت مثلا باحث دكتوراه او باحث نقدر نقول درجه بروفيسور، بدل ما تقرا لك 100 بيبر كل شهر عشان تشتغل او تقدر تعمل بحث قوي، او حتى تعمل مثلا ريفيو بيبر او بيبر للمراجعه اللي بتحتاج مثلا تقرا لك من 100 ل 1000 بيبر وتقعد فيها سنين، لا انت ممكن دلوقتي في شهر تخلصها، لان انت دلوقتي بقى معاك الذكاء الاصطناعي. بدل ما انت هتقرا لك 100 بيبر في الشهر، انت ممكن تقرا ال 100 بيبر دي في يومين ثلاثه، لان انت هو ممكن الذكاء الاصطناعي يرشح لك البيبر، يلخصها لك، يعمل لك كل حاجه، كل حاجه يرشحها لك، يلخصها لك، يعمل لك الريفرنس، يعمل لك الابستراكت، يعمل لك نقدر نقول كل حاجه، وفي الاخر تبقى عندك البيبر جاهزه. ولو بالنسبه لنقدر نقول البرجريزم والسرقه الادبيه واختلافه، ونقدر نقول كتابه البيبر وعادة كتابة البيبر، تقدر تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث تخفي البصمة الكربونية خاصة بالذكاء الاصطناعي، فالموضوع بقى بسيط. نرجع هنا للترجمة، طبعا برضه الذكاء الاصطناعي دخل في الترجمة وتحويل الفيديوهات، يعني حتى بقيت ممكن ترفع له فيديو مثلا بتتكلم فيه في العربي يخليه يقول لك مثلا بتتكلم ب 10 لغات 20 لغة، الموضوع بقى بسيط جدا، والمواقع بقت كتيرة برضه اللي بتدعم الموضوع ده. عندك كمان خدمات أخرى بقى للذكاء الاصطناعي، حاجات كتيرة بقى، حاجات كتيرة وعدس حدث ولا حرج، يعني خدمات كتيرة. أنا ممكن أفتح لكم خدمة من دول، من الخدمات اللي بيستخدم الذكاء الصناعي، ما أعرفش حتى الموقع ده بتاع إيه، فأنا هفتحه دلوقتي ونشوفه مع بعض. أوكي، هو هنا بيقول لي أنا بحولك على الموقع. أوكي، أو ممكن يكون في أحيان مواقع بتكون قفلت أصلا، يعني أنا بقول لكم المحاضرة دي بقى لها شهور أصلا، يعني ده موقع زي ده مثلا. أوكي، ويلكم مش عارف إيه. أوكي، مش متذكر بصراحة الموقع ده بتاع إيه. أوكي، ضغطت كده عليه. أوكي، داونلود أبلكيشنز نيويورك مثلا. ده موقع بيرشح لك نقدر نقول مع بعض افضل المطاعم في الدول اللي نقدر نقول الاماكن السياحيه، يعني موضوع بسيط جدا. يعني ده برضه بيستخدم فيه ايه، بيستخدم فيه الداتا اناليسيس، يعني بيستخدم فيه الداتا اناليسيس ونقدر نقول الماشين ليرننج، ما بيستخدمش ارتفيشال انتليجنت بشكل كبير. عندك مثلا موقع زي ده مثلا. اوكي، حسب ما اتذكر ان ده موقع كان بيدير لك السوشيال ميديا زي ما بيقول لك 30 يوم في 5 دقائق، يعني بيدير لك السوشيال ميديا بشكل كامل من غير ما انت تتعب، وبمنتهى البساطه، وممكن ينشر لك بوستات وهكذا. دي قناه انا برشحها للذكاء الاصطناعي، قناه الدكتور محمد الانصاري، قناه الدكتور احمد اسماعيل، وقنوات تانية كتير برشحها ان هي بتستخدم الذكاء الاصطناعي، وحتى قنوات بتساعدك في الربح من الانترنت وممكن تستخدم مع الذكاء الاصطناعي. بس هي دي كانت محاضرتنا او اخر فصل من محاضرتنا. حد هيقول لي طب انت قلت لنا ان ممكن استخدم الذكاء الصناعي في اي حاجه، وممكن احصل على الذكاء الصناعي عن طريق اي خدمه، يعني اي حاجه بفكر فيها ممكن اعملها بالذكاء الصناعي، اقول لك اه، طب وريني حاجه زي كده، اقول لك ماشي حاضر اوري لك دلوقتي. انا دلوقتي كنت عايز اعمل فلو تشارت لحد الرسومات،
المحتاجه في الدكتوراه عن طريق الذكاء الاصطناعي. فهعمل ايه؟ هكتب اول حاجه، هكتب على جوجل فلوت شارت with AI او فلوت شارت AI بمنتهى البساطه. انا ببتدي دلوقتي، واللي ما يعرفش الفلوت شارت هو ده الشكل الفلوت شارت. ففلوت شارت انا هكتب بعد فلوت شارت هكتب ميكر مثلا، موقع بيعمل فلوت شارت، وهكتب AI زي ما انتم شايفينها في الاقتراحات، وهكتب مثلا بعدها مثلا عشان اكد برضو عشان مش عايز ادفع فلوس، فانا هكتب بعدها فري ونعمل كده. بيقول لك اونلاين، ماشي اونلاين يعني بحيث ما ينزلكش برامج عندك. اوكي بس كده، هقف هنا هقف هنا وهروح هنا الموقع بتاع فلوت شارت. هروح اول واحد مثلا في البحث، مثلا انت اي حاجه تكتبها هنا دلوقتي، يعني انت لو كتبت مثلا اي حاجه ستراكشر مثلا، كتبت مثلا انتريور ديزاين، كتبت اي حاجه وبعدها كتبت ميكر اي اي او كتبت اي اي، هو بمنتهى البساطه هيفتح لك موقع خاص بيعمل الحاجه دي بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. تمام، هننزل هنا في الموقع. اوكي بيقول لك الموقع يعني معاه نقدر نقول شهادات كتير أزوطه. لا اوكي ماشي، الموقع تقيل شويه على فكره مش خفيف. بيعمل بيقول لك الفلوت شارت عن طريق الذكاء الاصطناعي. اوكي يعني اوكي طيب، ندوس ترايت ناو واتس فري او ترايت فري. اوكي بمنتهى البساطه انت ممكن ما تلاقيش على فكره طلبك من اول موقع، بس انا جربت معاك ودخلنا اول موقع. بمنتهى البساطه بيقول لك انت عايز ايه، يعني هو بيقول لك انت عايز ايه، اكتب البرومبت او الديسكريبشن خاص بيك ودوس وهو يكريته لك. طب انا هجيب الديسكريبشن منين؟ انا بمنتهى البساطه عايز اعمل فلوت شارت شبه فلوت شارت بتاع حد تاني، فانا هعمل ايه؟ هدخل بمنتهى البساطه على شات جي بي تي وهقول له حدد هنا اللغه انجلش، انجلش 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 اوكي انجلش، وهقول له هرفع له الصوره وهقول له اوصف لي الصوره دي بحيث انا عايزها برومبت، او نقدر نقول صوره الفلوت شارت اللي انا عايزها، بحيث ان انا عايزها برومبت اكتبه في موقع تاني لبناء الفلوت شارت. يعني بمنتهى البساطه هكتب الكلمه دي لشات جي بي تي، انا هرفع لك دلوقتي صوره عايزك توصفها لي وتعمل لي منها برومبت، اكتبه في موقع تاني بيولد الفلوت شارت عن طريق البرومبت. بمنتهى البساطه انا هكتب له الكلام ده وهرجع لكم بعدها اعزائي المشاهدين. تمام اعزائي المشاهدين، هرفع له الصوره. كتبت ايه؟ كتبت I want to description this image so that I can enter describe this, that description in in the form of prompt. اوكي هنا بيقول لك in the form of prompt as the prompt on this website to generation flow chart. يعني انا هدي لك الصوره اوصفها لي بحيث ان اخد الوصف بتاعك ده واحطه في موقع بيستخدم البرومبت، او ان هو يولد لي صوره عن طريق الفلو تشارت او يحولها لي الفلو تشارت. فانا هبعتها له كده، يقول لك اوكي. هو كتب بعدها بليز ان انجلش. اوكي هو كتب لك هنا البرومبت بالظبط. اوكي اوكي انا ما عنديش الصوره كنت عايزها، بس مفيش مشاكل، انا هاخد برضو بلوك ده، هاخد البلوك. اوكي هاخد البلوك لحد هنا، ده البلوك اللي هو قاله لي ان احطه في موقع اللي بيولد الصوره عن طريق برومبت، ومنتهى البساطه هيعمل لك صوره متولده بنفس الشكل ده. اوكي انا هعمل كده وهعمل كده تمام، وهدوس جنريت فري. اوكي وهي طبعا هو كده هيحولنا على واجهه التسجيل. هسجل دلوقتي. اوكي لما انا فتحت زي ما انت شايف هنا كده حولني الموقع تاني. اوكي بيقول لي يعني عايز النموذج يبقى شكله ازاي او كده، وعايز اي اي تولز او اي حاجه او مابنج او حاجه زي كده. اوكي انا هدوس هنا نيو. اوكي بيقول لي اوكي عايز نموذج مثلا او حاجه. اوكي مثلا انا ممكن اختار ماشي ديجرام. اوكي او ديجرام زي ما انت شايف. اوكي كده اطلب مني اكتب البرومبت هنا او هنا، انتظر شويه. طبعا انت عندك الاف المواقع، يعني انا فتحت اول لينك بس، يعني انت ممكن تكتب تفتح اي موقع تاني. اوكي اوكي انا عايز الخانه اللي بكتب فيها برومبت 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 برومبت. اوكي برومبت شوف كده. اوكي 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 طبعا استخدم الموقع معاك لاول مره، ف يعني هتلاقي محتار شويه. ده تقريبا بتاع التصميم اليدوي وليس التصميم عن طريق برومبت اتوقع، يعني اتوقع. اوكي اي اي ده بتاع الاي اي اللي فات ده ما كانش بالاي اي، ده كان تصميم عادي جدا. فانا هحط البرومبت بتاعي وهدوس انتر. اوكي اوكي شوف هيظبط معايا ولا لا. بمنتهى البساطه طبعا اللي مش فاكر، دي الصوره اللي رفعناها، يعني دي الصوره اللي احنا رفعناها للذكاء الاصطناعي لو شات جي بي تي عشان يعمل لها برومبت ليها. اوكي اوكي سيء 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 جدا طبعا، انه اخدها كلها كبابل. لا 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 انا ظلمت، هو حاول يجزقها بس تحس ما عرفش قوي يظبطها. ما عرفش يظبطها ما عرفش يظبطها. هل ده عيب الموقع او عيب برومبت مثلا؟ هو ده الوصف اللي عمله كده. اوكي هو حاول يجزقها على قد ما قدر، بس يعني سيء 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 بصراحة.
يعني ده مش منظر برومبت تحطه كده اكيد لا يعني. اوكي انت عامل لي الوصف كده، اوكي هنا دي مظبوطة يعني، الجزئية دي ماشي يعني عديها، بس التانية سيئة جدا. اوكي تري هنا دخلت جزء في جزء اوكي في طبعا بعض الفيتشرز المدفوعة. اوكي تعالى هنا بيقول لك هنا طبعا هو لزق الكلام في بعضه. اول حاجة يعني اول ملحوظة دي اسمها بلوك تشين تكنولوجي اركتشر، فالاول هيكل العام للبلوك تشين. الموضوع يعني مش مظبوط خالص خالص خالص. اوكي طبعا هنا هو هنا ظبط الدنيا، هنا ظبط الدنيا يعني عدها له هنا بصراحه، بس يعني سيء 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 سيء، مش افضل حاجه مش افضل حاجه خالص. فانا هعمل ايه؟ هعمل مطالب بسيط، هرجع لشات جي بي تي، وممكن تكون الصوره دي صعبه شويه على مثلا على الموقع ده، فانا هرفع صوره تانية ونرجع لكم بعدها اعزائي المشاهدين، او من غير ما نرجع نرفع الصوره على طول. اوكي هرفع الصوره دي، الصوره دي واضحه بصراحه يعني بيهزر لو ما ظبطهاش، وهاخد برضو نفس البرومبت، نفس قصدي عظم نفس البرومبت اول كتبت شات جي بي تي، وهنتظر هنا كده بمنتهى البساطه. هو بمنتهى البساطه هيولد لي البرومبت ده زي ما انت شايف، هو البرومبت بدا من هنا لحد اوكي لحد هنا تمام. هاخده كوبي وهروح للموقع ده. اوكي انا هخليه يولده مابينج، مابينج فلو شارت داتا اناليسيس دروينج. اوكي ماشي خليه، يمكن البرومبت اللي انا اخترته ده المفروض كان يكون دروينج مثلا، فانا هختاره كده وهرمي هنا البرومبت بتاعي، وعايزه مقاسي 1:1 مفيش مشاكل، هاي كواليتي ماشي، عايزه بستايل معين، لا مش ستايل يعني احنا جايين نعمل كرتون. يلا نكتب كده الاي اي دروينج، اوعى يكون دروينج يقصد بيه الرسم العادي ده يبقى بيهزر، ده ملوش اي علاقه بالمحتوى بتاع الموقع. فانا هختار كذا واحده يعني، اختار هنا فلو تشارت، فلو تشارت عادي جدا، لا مش فلو تشارت ده ممكن يكون مابينج اكتر من فلو تشارت، لا مابينج احنا خدناه قبل كده يبقى ممكن يكون فلو تشارت. اوكي وهختار هنا ستارت، اوه مالكش غير 1000 كريدت بس في اليوم تمام. اوكي نشوف كده وعمل ايه، نشوف ماي وركس. اوكي هو ده. اوكي عملت ايه بقى يا معلم، عملت ايه؟ انا عايز اشوف اشوف هو ابدع في ايه، نشوف كده. اوكي بيت كوين ماينرز، وهنا حاطط السنين، وهنا مش احسن حاجه بصراحه، مش احسن حاجه خالص، مش احسن حاجه يعني، بس محاوله كويسه. طبعا انا جربت اول موقع يعني، انتوا عندكم اهداف المواقع، جرب بقى براحتك وشوف يعني، جرب براحتك وعدل وشوف يعني، هتلاقي الدنيا في الاخر تظبط معاك. في النهايه عندي كانت الحلقه بتاعتنا حلقه بسيطه مفصله، كانت طويله شويه، نعتذر يعني الحلقه كانت طويله شويه، وبتمنى في الاخر انها تكون عجبتكم، وتدعموها باللايك والشير والسبسكرايب، وحابب تسجل معانا في اي كورس من كورساتنا، عندنا كورسات برايفت كوتش في ايه، عندنا برايفت كوتش في الارتفيشال انتليجنت، في نقدر نقول في السايبر سكيورتي، الذكاء او نقدر نقول الذكاء الاصطناعي، والسايبر سيكيورتي اللي هو الامن المعلومات اكيد يعني، ده اصلا محتوى قناتنا. وعندنا كمان نقدر نقول الكورسات متخصصه في مجال برمجه المؤشرات، مؤشرات التداول على تريدنج فيو والتيكر شارت والميتا تريدر، وعندنا كورسات خاصه بالتداول تريدنج وانفست، وتخصصات خاصه وكورسات خاصه بالاستثمار، وعندنا كمان برايفت كوتش خاص بالبرمجه بشكل عام، سواء برمجه الويب عن طريق مثلا فلاتر، او متطلبات عن طريق ديجانجو اللي هو البايثون، او عن طريق متطلبات بي اتش بي وورد بريس. وعندنا كمان كورسات خاصه بنقدر نقول بالكروس بلاتفورم، او برمجه التطبيقات، او برمجه تطبيقات الهواتف عن طريق كروس بلاتفورم زي الفلاتر، اللي بتشتغل طبعا على الاي او اس، وبتشتغل نقدر نقول موبايلات الايفون، بتشتغل كمان على اندرويد مختلف انواع واجهزه وشركاتها، وبتشتغل كمان حتى على الويب، نقدر نقول الويب ابلكيشن يعني، بتشتغل كمان على الكمبيوتر عادي جدا، وبتشتغل كمان على متصفحات الويب بمنتهى البساطه. وعندنا كورسات في مجالات كتيره متنوعه، تقدر تعرف كل الكورسات دي، وتقدر لو انت حابب تشترك في اي منها تتواصل معايا عن طريق الرابط اللي هتلاقيه في الديسكربشن. في النهايه بتمنى حد يكون عجبتكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم على جديد، اعزائي المشاهدين مع الحلقه الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.